بتهزر؟ اه. ان هو اخر بيت على الشمال في البدرون. طيب شكرا. يلا يا نادي انزلي قولي لها خليها ما تتاخرش. هنا؟ اه. انا بتهيألي شفت حضرتك قبل كده. وانت كمان شكلك مش غريب عليا. بتقعدي على قهوة بعرة؟ لا انا ما بقعدش على قهاوي. بتروحي عند الحاج ربيع بتاع الكفته؟ انا ساعات بعدي من قدامه. ايوه افتكرتك. كليه الاداب جامعه القاهره. الله. انا برضو كليه الاداب جامعه القاهره. ايوه حتى بالاماره كنت مشهور بانك الصمام. سلوى. ايوه انت اسمك سلوى. ايوه 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 فاكره لما غششك في الامتحان وكنت هروح اغمطه؟ صح فاكر. بس انت تتغيرت قوي. يعني ايه؟ بقت حلوه ولا وحشه؟ وحشه ايه؟ ده انت كنت اجمل بنت في الجامعه. الله. قالوا انا عمال اقول له شفتك على قهوه بعره وعند ربيع بتاع الكباب، الواحد ذاكرته بقت نيله. انما انت بتشتغلي سواق على العربيه دي؟ سواق ايه؟ دي عربيتي. عربيتك؟ اه عندي اتنين غيرها. اتنين؟ ما شاء الله. ازيك يا سلوى هاني؟ انما ما قلتليش يا مرسي، انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في التربيه والتعليم، مدرس تاريخ من تحتمس وطالع. تحتمس. انما انت اشتغلت ايه بعد ما اتخرجتي من الجامعه؟ يعني تقدر تقول برضو في التدريس. مدرسه؟ لا نظره. ما شاء الله ترقيتي بسرعه كده. انا اصلي عامله مدرسه خصوصي. عفارم عليك والله. مفيش احسن من اعمال الحره. هو كده. تعرف يا مرسي فكرتني بايام الجامعه الحلوه. ابقى خلينا نشوفك. اجيلك النهارده؟ بس بعد الساعه 8 بالليل. انتوا بتشتغلوا بالليل؟ ما هو ده احسن وقت للتدريس. يا ده على كده الاولاد بيتعبوا قوي. انما الحصه عندكم برضو ساعه زي حصصنا؟ لا احنا عندنا الحصه حسب قوه التلميذ. اه ده اكيد بقى نظريات اوروبيه جديده ما دخلتش في المدارس الحكوميه عندنا. اما تيجي هتشوف بنفسك. طب ممكن العنوان لو سمحتي؟ قوي. خلاص يا روحي الست النبويه جاهزه وهتيجي في الميعاد مظبوط. طب كويس. باي باي يا مرسي. طب المدرسه اسمها ايه؟ مدرسه الاخلاق الرفيعه. نفضت الجاكيت يا بتعه؟ امال يا سي مرسي طبعا نفضتها. ده انا نفضتها وكويتها خليتها زي الفل. طب لبسها لي. من عينيا الاثنين. بس لو اعرف الضيافه دي كلها على فين؟ اقول لك وافرحك يا بت. قول يا اخوي. زميل قديم ليا فتح مدرسه خاصه، حالته بقت فوق قوي قوي قوي. طبعا هو مقدر كفاءتي من زمان. ها وبعدين؟ قابلني امبارح الشعلق فيا. عزمني عنده ليله دي. طبعا انا عارف ان هو عزمني ليه؟ بالرغم ان هو ما قاليش. ايه؟ ليه؟ عايز يجمني لهيئة التدريس طبعا، اه؟ عشان يضمن نتائج عالية. يا ستي، أنت عايز تسيب الحكومة يا سي مرسي؟ أنت هتعملي فيها زي أبويا؟ بتعة ده انفتاح. ها؟ انفتاح. انفتاح يعني إيه يا سي مرسي؟ انفتاح يعني فتحي مخك عشان ربنا يفتحها عليك. والله ما أنا فاهمة حاجة. وأنا عارف إنك أنت مش فاهمة حاجة. يا بنت بالراحة، أنت جاموسة. صراحة يا سي مرسي أنا كمان مش موافقاك. ما أنت أصلك فقرية. أه نشأت وترعرعت في انغدار مش انفتاح. أوعى. يا سي مرسي أنا كان قصدي أقول لك. أنا قصدك بلانينة. أجري هات لي إزازة كولونيا ولا غمطيني. عايز أتلغمط كولونيا. عايز ريحة تجيب وابور المية. وبعدين معاك يا أبو مرسي. في حد يزعل من ابنه يا أخويا؟ أصلك ما سمعتيش كلامه معايا على القهوة كان إزاي؟ مرسي طيب وابن حلال وفوق كده بيحب يتدلع عليك شوية. أنا كمان بحبه وخايف عليه. خايف الشيطان يركبه ويسيطر على أفكاره. إيه الكلام اللي بتقوله ده يا أبو مرسي؟ بقى مرسي المتعلم المصلي ابن حلقة الذكر. الله ابنك في شيطان يقدر يركبه وممتى اخد الشيطان وروح كل وياه. دلوقتي يتبطر على النعمة ويقول دي مش قد المهام. لا يا اخويا لما يعرف ان عندنا منبار وسخن وعمار هيجي جاري. ده مرسي ابني وانا عارفاه. يا ربنا يهدي يا ام مرسي. يا
حبيبي. لسه زعلان مني ابو مرسي؟ ها؟ ده انا ابنك يا حاج حبيبك، ده انا مرسي. ساكتة ليه يا ماما؟ ما تقولي له حاجة. بقى معقول يزعل منك يا طنايا؟ ما تقولي له، لا بيكلمني ولا بيعبرني قدامك اهو. خلاص بقى مش كده يا حاج بقى. يا صلاة النبي أحسن، إن شاء الله يا رب ما تتحرموا من بعض أبداً. هروح بقى أحمر لك المنبر. منبر؟ منبر منبر؟ آه. الله، ظفر يعني؟ ما حطيتلك صوابعك وراه. الله، أنتوا أكيد ورثتوا حد من العيلة، بس هتورثوا مين؟ عائلتنا واقعة كلها، كلهم ماشيين على قناعة كنز ولا يفنى. سامع كلامه يا أم مرسي؟ يا أخويا بيهزر وياك يا أخي. يا لهوي يا لهوي يا خالتي، الحق إيه؟ في إيه؟ المنبر اتحرق مني على النار. يا لهوي. سخان الفول يا بتعة. شفت الحظ المنيل؟ مكتوب علينا المسامير يا جدع. لا، مدرسة الأخلاق التخينة. هو في أخلاق تخينة برضه؟ الظاهر غلطت في العنوان يا فندم. طب يا سعادة البيه مفيش مدارس جنبيكوا هنا؟ مدارس إيه بقى اللي جنبنا؟ ما تتكلم عدل. ما أنا يا فندم بتكلم عدل، صدقني بكلم عدل. أنا بسأل على مدرسة الأخلاق الرفيعة بتاع سلوى هانم. سلوى هانم. دم خفيف. اتفضل. كده بقى نبقى صح يا فندم، صورة المديرة بتاعت المدرسة. اتفضل. يظهر بقى إن حضرتك بتحب تهزر دايما. لا يا فندم ولا بهزر ولا حاجة، بس أصلكم مش حاطين يافطة بره يعني. لا، التلاميذ بتوعنا بيعرفوا العنوان من غير يافطة. بالتعود طبعا. أيوه بالتعود. أهلا يا مرسي. أهلا سلوى هانم. أهلا. إزيك يا مرسي؟ أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل استريح. تشرب ايه يا مرسي؟ كازوزه من الحجم الكبير لو امكن. من عناية. ظريف قوي سعاده البيه. بمين؟ ده عباس السفراجي. سعاده البيه ده سفراجي؟ ده لابس احسن من الناظر بتاعنا. سيجاره يا مرسي؟ لا يا فندم ما بدخنش. بالمناسبه حضرتك كنت عايزه الست النبويه بتاعت الزار ليه؟ عشان تعمل زار طبعا. حضرتك عليك عفريت؟ لا ابدا. حد من اصحابك يا فندم عليه عفريت؟ ولا حد من اصحابي. طب بدل ما حدش عليه عفريت، امال يعني عايز الزار بمناسبه ايه؟ بتسلى. حفله ترفيهيه يعني للمدرسه. برافو عليك، اهو ده احسن تعبير علمي للموقف. مش كده؟ لا، ما انت عارفاني بقى، طول عمري ذكي ومفتح وجاهز قوي يعني. وتعرفي ستي كمان يا سلوى هانم، لما تعملي حضرتك الزار قدام الاولاد ويشوفوه هيعرفوا ما سووا وهيكرهوه، ده احسن كتير من الشرح النظري، صدقيني احسن كتير من الشرح النظري. نعم يا حبيبي. سعدت بيه فزاني اول ما دخلته، افتكرته. البيه دمه خفيف قوي. سعدت بيه استفراجي. حقيقي انا مبسوطه قوي عشان شفتك يا مرسي. طب يا فندم بدم كده بقى، انا مستعد اسيب الحكومه واضحي بالوظيفه هناك وانضم لهيئه التدريس هنا عشان تبقى مبسوطه على طول. ها قلت ايه؟ بس التدريس هنا شغلانه عايزه مواصفات خاصه. انا جاهز يا فندم، ما يغركيش مظهري المتواضع، كل شيء ممكن يصلح. قلت ايه؟ طب سيبني افكر. طيب عقبال ما تفكري على مهلك الاقيش هنا حته هاديه. ليه؟ عايز اصلي المغرب عشان العشاء قربت، وحرام برضه الواحد يجمع فرض هنا، حرام. طب يا سيدي تعالى ورايا. انا وراك يا فندم، وراك طبعا.
بتكلمه جد ولا ايه؟ مالي؟ ها؟ مفيش اهدى من هنا؟ لا ده كده تمام قوي. بس ما عنديش مصلية. لا انا معايا منديل هصلي عليه. طيب عن اذنك. ربنا يبارك فيك. يا سلام يا سلام، عامله اوضه نوم في المدرسه عشان تبقى تنقع عملها ليل نهار. طبعا هو النجاح ده بيجي بالسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم صل على النبي. اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. وفي صلاح تنفع في مكان زي ده؟ قول يا عباس بيه. تحت امرك يا مرسي بيه. مفيش حته غير الاوضه دي الواحد يصلي فيها. نعم صلي. ايوه صلي زي كل الناس ما بتصلي. كل اوض النوم اللي في البيت فاضيه، افتح اي اوضه وخش صلي زي ما انت عايز. بس والنبي بقى دعوتين ليا لله كده. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا مرسي بيه. اوض النوم ايه؟ هي عامله مدرسه داخلي ولا ايه؟ نهايته صلي هنا وخلاص. البيت ده مش نافع فيه صلاة خالص. صلي في الحمام. مساء الخير. مساء الخير. فهمي بيه. ازيك؟